اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين مع حضراتكم وتغطيتنا هنا في كوب 27 في شرم الشيخ ارض السلام. نروح مع حضراتكم دلوقتي للجرين زون وجناح مبادره حياه كريمه اللي موجود هناك. الحقيقه انه حياه كريمه من خلال يعني المشروعات الكتيره اللي عملتها في الريف المصري اللي اكيد حضراتكم تابعتوها، عملت مشروعات صديقه للبيئه ووضعت حلول ليها علاقه بمساله التغيرات المناخيه. خلينا نشوف مع حضراتكم في هذا الجناح في المنطقه الخضراء دور مبادره حياة كريمة في مواجهة التغيرات المناخية. احنا موجودين هنا في الجرين زون في كوب 27 لعرض تجربة حياة كريمة على حضور المؤتمر ولتعزيز الشراكات ودعوة الجهات المشاركة، ومش بس من جهات المشاركة، جميع حضور كوب 27 التعريف بتجربة حياة كريمة، وإن هي تعد من أكبر المبادرات كمان للتكيف مع التغيرات المناخية. فإحنا حابين إن إحنا بنعرض التجارب الخاصة بيها واستقبال جميع الحضور. المشاركة لحياة كريمة هي مش بس من خلال البوث أو المنفذ، من خلال هتكون كمان السيشنز والجلسات، وهيتم بعرض باستفاضة جميع مشروعات حياة كريمة والتحدث عن القرى ومشاريع تحويلها لقرى تبقى صديقة للبيئة. يشرفنا طبعا النهاردة ان احنا نبقى موجودين في الكوب 27 بنشارك في السيشنز وفي البوث سواء في الجرين زون وكمان البلو زون. دور المؤسسة هنا ان احنا ازاي بنسلط الضوء على دور المشروع القومي حياة كريمة في قضاء على الفقر، ومش بس كده ان هو يعتبر اكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث اللي بيحيي قيم المسؤولية المجتمعية المشتركة. هدفنا الرئيسي ان احنا بنقدم خدمات او تنمية شاملة في كافة الخدمات او في كافة القطاعات، ومش بس كده بتراعي الضوابط البيئية. شغالين في العديد من المشاريع، ومن اهمها طبعا المختصة بالجزء البيئي هي مشروع تبطين الترع والمشروعات البيوغاز. ومش بس كده، احنا في جزء مهم جدا هو بيهتم بنشر الثقافة الخضراء داخل القرى الاكثر احتياجا، وازاي ان هو يتم التخلص من المخلفات سواء كانت مخلفات زراعية أو حيوانية بطريقة سليمة وعن طريق عملية التدوير. فيعني هدفنا هنا الرئيسي إن احنا إزاي بنشرك دور المشروع القومي في ان هو بيحقق اهداف التنميه المستدامه للامم المتحده وبيراعي الضوابط البيئيه، ومش بس كده كمان ان دور الشباب المتطوع في هذا الشق.